معنا من بغداد الأكاديمي والخبير النفسي الدكتور حيدر الدهوي. صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم. يعني إحنا قد تكون متوسط الأعمار أو حتى الشباب قد يجدون صعوبة أحيانا في استخدام الإنترنت، بالذات إذا يعني هو مضطر يبغى يعمل معاملة مثلا إلكترونية أو بيحجز تذكرة أو أيا كانت، يعني بغض النظر عن الأمور الترفيهية قد نجد صعوبة، فما بالك بكبار السن؟ ما الذي يعانونه؟ ما الذي يشعرون به فعلا دكتور؟ صباح الخير والعافية والسرور. بعيدا عن الشيخوخة، ولا بد أن نتمتع بالصحة النفسية التي تمكننا من أن نزاول أعمالنا بطريقة صحيحة واستخدام التكنولوجيا أيضا بتقنية عالية. بالتأكيد أن هذه الدراسة كبقية الدراسات الأخرى تكون على عينات صغيرة، لا يمكن تعميم ما تخرج به هذه النتائج، ولكن قد أفادتنا كثيرا بأنها سلطت الضوء على جملة ما يعانيه كبار السن من خلال استخدامهم للعالم الرقمي. بالتأكيد هم لم يتقنوا مزاولة هذه الإمكانيات والقدرات، وما في عالم الرقمي من تقنيات عالية تحتاج أن تتجدد بالنسبة لديهم أو يدخلوا دورات تدريبية حول استخدام هذا العالم الرقمي. فيه متعة كثيرة، إنما وجد العالم لكي نتبادل الآراء والأفكار والتصورات. قد يعاني بعض كبار السن من هجوم كبير جدا في ما يقدم من شبكات التواصل الاجتماعي، مما يهدد قدراتهم وإمكانياتهم ويهدد ما بنيت عليه أفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم وتصوراتهم، فيشكوا في هذا العالم الرقمي بأنه يقدم لهم أفكار خاطئة ربما تهدد قيمهم المجتمعية، وربما هم يبحثون عن الكمال، يصابون باضطراب الكمالية العصابية التي تدفعهم أن يكونوا مثاليين في تعاملاتهم مع الآخرين، فيجدوا إحراجا كبيرا في التعامل مع الآخرين. طب دكتور، يعني هذا شيء مثل ما ذكرت انت، بنائهم النفسي والاجتماعي. تمام دكتور، مثل ما ذكرت يخالف ما تعودوا عليه، يخالف ما تربوا عليه. يعني وصلوا الى عمر 60 و65 سنة والدفع كاش مثلا في الاماكن المعينه، الان صار مطلوب منهم انهم يدفعوا مثلا اونلاين او في امور اخرى، قد يشككوا هم فعلا حتى بمصداقيتها من باب الحذر، من باب الحرص. يعني التفكير تغير الان في العصر الحالي، هل هذا يسبب لهم نوعا ما عزلة، خصوصا لما يكون في أبناء أحفاد كل من جالس على إنستغرام وتويتر وسناب شات وبعض التطبيقات، يحس أنهم مشغولين عنهم، قد يكونوا في عالم آخر؟ بالتأكيد هو كبير السن يشعر بحالة من الإحراج والخجل حينما يطلب المساعدة من الآخرين في دفع مثلا بعض الفواتير المعينة من خلال البطاقات المستخدمة، ولا يتقن هذا العمل، ولذلك لا يسأل فيقع في إحراج ثاني. هذا الإحراج له يسبب له مشكلات وأزمات نفسية وصعوبات، فضلا عن ذلك عدم وجود الأولاد. يعني في المجتمعات الغربية، أنت تعلمين في المجتمع الأمريكي مثلا كثير من كبار السن هم بلا زواج، لم يتزوجوا وبدون أطفال، وفي المجتمعات الأوروبية ربما عدد الأطفال قليل والأحفاد قليل، هذا أيضا يسبب له عزلة اجتماعية. لكن في المجتمعات الشرقية نجد أن المسألة تقل بسبب وجود هذا الزواج والأولاد والأحفاد وكثرتهم والزيارات المتبادلة بين العوائل، هذه تخفف من حالة العزلة لدى المواطن. احنا قلنا هذه عينات، والعينات أثبتت في بريطانيا بأنه المواطن البريطاني يعاني من كل ما ذكرتموه في تقريركم من مشكلات وأزمات تجعله في حالة من اليأس، حالة من الإحباط، حالة. طيب من دكتور، يعني أنت تعني أنه هذه الأرقام ما عنده أحفاد، ما عنده أولاد، ممكن أن ينسجم معهم ويتعامل معهم؟ دكتور الأرقام يعني أنت تعني أنه هذه الأرقام في الدراسة تخص العالم الغربي أكثر من مجتمعاتنا الشرقية، نظرا أنه فيه ألفة أكثر، يمكن في الاهتمام بالكبير أو حتى وجود أفراد الأسرة، يعني العادات اللي عندنا إحنا كمجتمعات شرقية تخفف من هذا الضغط الاجتماعي على كبار السن؟ اي نعم، بالتاكيد المجتمعات الغربيه تعيش حاله من العزله، وخاصه بعد
أن يحال هذا الشخص إلى التقاعد. هذه الدراسة في بريطانيا وليست في الشرق. ربما أيضا الشرقي يعاني بسبب الأزمات والحروب وفقدان الأولاد، الحزن الشديد ربما على فقد ولد عزيز إحنا يستمر إلى 48 شهر إلى 4 سنوات، وهذا الحزن إذا ما استطال عند الإنسان المسن فبالتأكيد أنه سيؤثر على حالته الصحية وحالته النفسية والاجتماعية والإدراكية المعرفية. هذه العوامل المؤثرة بشكل كبير وخطير في المجتمعات الشرقية، تقل هذه النسبة بسبب وجود أنه العائلة الكبيرة وعوائل أخرى النووية صغيرة. هذه العوائل الصغيرة ربما تمنع هذا الشخص من أنه شعور باضطراب العزلة. طيب دكتور، قبل ما ننهي حوارنا بس حابة أخذ منك نصيحتين أو ثلاثة مختصرة. إذا عندي كبير سن في البيت وحبيت أشركه وأدخله هذا العالم، عالم الإنترنت، ليخلص أموره مثلا، الاحتياجات، أو حتى ليتسلى، كيف أبدأ أتعامل معه باختصار؟ لا يعني لا نتعامل بالمحبة بالمودة، لا من باب التعليم وأنه عليك أن تفعل كذا وتفعل كذا، وإنما من خلال الممارسة، الضحك وتقديم المعلومة عن طريق الحوار الجميل، لا أن نعطيه فرمانات وقوانين يجب أن يطبقها في حياته اليومية، لأن الكبير ربما لا يسمع إلى نصيحة من هو أدنى منه في المعرفة والمعرفة، يريد أن يكون هو يعتز بنفسه وبثقته بنفسه وقدرته على صناعة الأشياء بنفسه. لذلك يجب أن نقترب منه، نقول وبالوالدين إحسانا، نتعامل معهم بالحسنى والطيب والأنات والصبر، لأنهم غير قادرين فعلا على أن يقوموا بالأدوار التي نقوم بها نحن. نحن اليوم التكنولوجيا نتقنها بشكل كبير جدا، نتعلمها، نحاول أن نقترب من هذا العالم الرقمي بشكل كبير. هم يبتعدون لأنه لا يستطيعون أن يعني أجزاء يديهم التكوين الفسيولوجي لهم لا يجعلهم قادرين على مسك حتى الموبايل، ربما يصابون بحالات من الشلل الرعاش، حركة الإيد، العيون تضعف بالنسبة لديهم. فلذلك يجب أن نكون حساسين في التعامل معهم، لأنهم أيضا هم يتمتعون بحساسية كبيرة أزاء من يحاول أن يعلمهم ويفرض عليهم. فعلا الرأي. فعلا معك حق. وفي على الجانب الآخر في نوع آخر من كبار السن اللي يمكن وجدوا في الإنترنت والهواتف المحمولة يعني ملاذا وتسلية، فتلاقيهم ما شاء الله بعض الأحيان أشطر مننا. يعني أنا عندي الوالدة الله يحفظها ما شاء الله تعلمنا في بعض الأمور. شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية دكتور، من بغداد الأكاديمي والخبير النفسي الدكتور حيدر الدهوي. بقية يوم سعيد عليك يا رب.